مساء الخير مشاهدين روتانا خليجية، حلقة جديدة من برنامج سيدتي فيها العديد من المواضيع اللي تخص المرأة العربية والخليجية، وبتقدم معاي الحلقة زميلتي جيهان في جدة ورنيم في الرياض. مساء الخير جيهان. مساء الخير عليك يا هدى، ومساء الخير لكل من انضم الآن إلى شاشة روتانا خليجية لمتابعتنا في برنامج سيدتي على مدى ساعتين نقدم لكم من خلالها الفقرات والمواضيع المتنوعة والمختلفة التي سنتعرف على عناوينها مباشرة بعد أن أنتقل إلى الرياض الآن وأمسي على رنيم. مساء الخير رنيم. مساء الخير مشاهدينا الكرام، ومساء الخير طبعا على زميلاتي الجميلات. لكن اليوم طبعا نتكلم من الرياض عن علاقة الفن بالكيمياء، تحديدا بالصيدلة. مشاهدينا تابعوا فقرات سيدتي، وحاليا نرجع إلى أبوظبي ونتعرف على بقية الفقرات لليوم. شكرا لك رنيم. مشاهدينا تقدرون تتواصلون معنا على مواقعنا اللي تشوفونها على الشاشة من خلال تويتر، فيسبوك ويوتيوب. أما الحين خلونا نشوف العناوين. في سيدتي اليوم، للعروس كيف تتعاملين مع المواقف المحرجة في يوم زفافك؟ ومن الرياض الثوب العربي بصور عصرية. كثرة الرياضة مدركة قلتها، نصائح لتمارين رياضية باعتدال. تنوع الوجبات وتناول الطعام الصحي من أهم خطوات علاج المرضى. الفنان فايز المالكي يخصص تغريداته لصالح جمعية إنسان. تعرفي على طرق مبتكرة لهدايا المواليد. بنبدأ حلقتنا مشاهدينا مع الصحة، حيث شهدت مدينة جدة المؤتمر السعودي الأول للتغذية وصحة المجتمع. دعونا ننتقل للزميلة جيهان للتعرف على أكثر على التفاصيل. إليك جيهان. شكرا هدى. بالفعل هذا المؤتمر أقيم مؤخرا في جدة، وركز على تفعيل التوعية في جميع جوانب التغذية من قبل كوادر مؤهلة في أقسام التغذية العلاجية في المستشفيات. خلينا نروح نشوف هذا التقرير ونعود للحوار. نحو صحة سليمة وغذاء مفيد، نظمت الشؤون الصحية بجدة المؤتمر السعودي الأول للتغذية وصحة المجتمع، والذي يهدف في رفع درجات التوعية والمعرفة في مجال علم التغذية. وناقش خلال المؤتمر مجموعة من الاستشاريين والمختصين عن آخر المستجدات والبحوث العلمية في هذا المجال، مستهدفين الأطباء وأفراد المجتمع. المؤتمر المعني بالتغذية في مدينة جدة هو مؤتمر يعني بالوضع الإطار العام المتعلق بالتوعية الخاصة بالمجتمع. الحمد لله ولله الحمد، القطاع الصحي يعنى بالقطاع التوعية بشكل عام، سواء كانت توعية الموظفين، التوعية أقصد بها الناحية العلمية، أو بالتوعية الخاصة للمرضى من الناحية العلاجية، أو التوعية الخاصة بالأفراد المجتمع. ناقش المؤتمر عن أهمية أقسام التغذية العلاجية في المستشفيات ودورها على صحة الإنسان، وخاصة في وحدة العناية المركزة وكيفية العناية بالمرضى في هذا القسم. هو مرضى العناية المركزة، ونحن أكثر شيء في المؤتمر دي مركزين على مرضى العناية المركزة اللي هم لهم دور كبير في أنهم مثلا بيكونوا عرضة لسمنة، أو كان وزن زائد، أو سمنة مفرطة. هذول بتختلف كثير طريقة تغذيتهم، وخصوصا اللي بيتغذوا على التغذية الأنبوبية أو على التغذية الوريدية. يعني في النادر ما نحصل مرضى العناية المركزة اللي بيتغذوا عن طريق الفم. من بعض المحاور المهمة التي لم يغفل عنها المؤتمر هي أهمية الرياضة والتغذية معا، ودورهما في خلق صحة سليمة، ودور الصحة النفسية والغذائية في علاج بعض المرضى، الذي يعد الطعام المنفذ الوحيد لراحتهم في البعد عن المشاكل، ومساعدتهم في التخلص من الأوزان الزائدة وحل مشاكلهم. النشاط البدني لقونه هو مصاحب أو يعني ملازم للتغذية، فأنا ما
أقدر أن أهتم بالتغذية وأسيب النشاط البدني، فأنا محتاجة أنه نعمل بالانس أو توازن ما بين اللي يدخل الجسم واللي يخرج من الجسم. فالنشاط البدني هو الطريقة اللي أنا أصرف بها الطاقة، فأنا كل ما بأخذ طاقة المفروض أن أنا أوجهها أنه أصرف الطاقة دي اللي باخدها. الظروف اليومية اللي تمر فيها المرأة ظروف تحتاج منها أو ظروف قد تضطرها إلى التوجه إلى الغذاء العاطفي. الغذاء العاطفي يتعلق بالخوف، يتعلق بالتوتر، بالاكتئاب، بأي أمراض نفسية، فهي بالجانب هذا تهرب من الألم الذي تعيشه، الألم الداخلي، فتهرب إلى الأكل. حتى نعدل هذا الأكل العاطفي لابد أن تركز على أن ما تأكل لوحدها، ما تأكل أمام تلفاز أو لابتوب أو ما إلى ذلك، لابد أن تقنع نفسها وتحدد لها مواعيد معينة للأكل حتى تحاول تتحكم وتسيطر على هذا النوع من الأكل. لبرنامج سيدتي رغد السليماني، جدة. الحديث أكثر عن هذا المؤتمر، يسعدني أن أرحب بضيفتي هنا أخصائية التغذية الأستاذة مي خليوي. أهلا وسهلا بك. أهلا بك أستاذة مي. يعني بنسمع دائما مؤتمرات كثيرة بتحصل وخصوصا عن التغذية، وخصوصا كمان عن الرياضة، وإيش الجديد في هذا المؤتمر؟ هل هو كان أولا يعني في البداية، خلينا بس عشان نعرف، هل هو كان يستهدف به فئة معينة، هل يعني مستهدف بهم أنتم كمتخصصين ولا للعامة الجمهور؟ يعني أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، هو مختص طبعا للفنيين، الدكاترة طبعا، استشاريين بصفة عامة، هو صحة مجتمع فللجميع، يعني حتى فنيين التمريض برضو داخلين في الموضوع. يعني كان الحضور عام حتى من أي مجتمع. طيب حضرتكم كمختصين يعني إيش خرجتوا بهذا المؤتمر من توصيات؟ طلعنا بأشياء جدا مفيدة بصراحة. يعني أهمها الدور الوراثة في الأمراض اللي حاليا جالسة بتظهر لينا في مجتمعنا طبعا. غير كذا ارتباط التغذية في الطب النفسي كان جدا موضوع مرة رائع. غير كذا انه ارتباطه جدا كمان التغذية بالاسنان. عندنا اختص، وكمان في موضوع جدا كان رائع اللي هو عن الفئات الخاصة، انه مو دائما احنا صراحة التغذية تكون ارتباطها في الجهات الامراض الخاصة. نعم. بس اهتمينا في مرضى التوحد، يعني جد كان رائع. طب إيش الجديد في الاهتمام العالمي بعلم التغذية؟ دائما الاهتمام العالمي دليل أنه دائما في أيام عالمية. فمن ضمن الأيام العالمية في اليوم العالمي للتغذية. فكل سنة بيفرق عن السنة اللي بعدها، فدائما بيحددوا موضوع وتختلف المواضيع طبعا من سنة لسنة. فإحنا يعني دورنا كأخصائيين دائما بنجهز لها، جهزها نكون بالشهر قبل، فبنسوي تثقيف للناس سواء في ال. بس ايش الجديد يعني اللي بتقدم؟ هو احنا دائما بناخذ الابديت، يعني على حسب ما هم يعطونا موضوع نبدا نشتغل عليه. ايش هي المواضيع؟ هذا اللي انا بعرفه. المواضيع طبعا دائما التركيز بيكون في السمنه اغلب شيء. طبعا السمنه المفرطه. ايوه السمنه المفرطه، لانها مره كثرت زياده. طبعا الامراض اللي دحين مره ظاهره اللي هي مرضى القلب، السكر، يعني هي دائما هذه اهتماماتهم، اللي الأشياء اللي إحنا بنعاني منها وبنشوفها عندنا بيجونا في العيادة كمان. هي دي اللي ده. طيب إحنا يعني المجتمع السعودي بدأ يتثقف من ناحية الغذاء الصحي، ولكن تحسي يعني إنه بطيء جدا في التوعية والتثقيف. ليش يعني أنت تعزي يعني هذا السبب لإيش بالضبط؟ هل هو الإعلام مقصر مثلا، ولا الناس ما بتستهويهم مثلا هذه المؤتمرات، أو نفس وزارة الصحة؟ إيش بالضبط التقصير وين يعني؟ لا بالعكس، أنا ماني شايفة التقصير، يعني أنا شايفة بالعكس إنه في تطوير جدا سريع الآن حاصل، لأن الإعلام ما شاء الله الآن مرة مهتم في التغذية. يعني حتى إحنا لسه ما زلنا بنشوف إصابات كثيرة أو يعني حالات سمنة مفرطة كثيرة. هذا اللي إحنا دحين بنشتغل عليه. يعني المرضى لما بيجونا في العيادة هذا اللي إحنا دحين شغالين عليه على أساس إنه التوعية. ليش إحنا دائما صرنا بنروح المراكز الصحية، بنروح كمان المولات، دائما بنلقي هذه المحاضرات عشان نسوي توعية. أوكي هو بطيء لأنه يعني ما في النشر الكفاية، بس احنا ان شاء الله بنشتغل على هذا الموضوع. طيب انت يعني بيجوكي حالات مره كثيره في العياده. خلينا من واقع عملك، يعني ايش اكثر المشاكل الغذائيه الموجوده في مجتمعنا السعودي؟ هي العادات. عادات يعني عاداتنا الغذائيه،
يعني الآن الفاست فود موجودة طبعا، الوجبات السريعة على طول متواجدة. الكسل اللي حصل في مجتمعنا، يعني أنا كامرأة عاملة لما أجي البيت صعب علي إنه أنا أبدأ أطبخ وأسوي لي وجبة إنه صحية، فأي شيء قدامي أنا ممكن أكله. يعني حتى لو أندومي شيء فيه دهون، ما صرنا نعمل حساب للسعرات الحرارية الموجودة، السكريات، anything إنه أنا قدامي أنا ممكن أكله في أي لحظة يعني، وكمان أنام. يا ليت إنه أترك فرصة إني أهضم. لا، هذه هي المشكلة اللي حاصلة. صح. طب إيش المعايير اللي أنتوا يعني كمتخصصين بتقيسوا فيها إنه التوعية قليلة في المجتمع أو كثيرة؟ هل هي من عدد الإصابات اللي بتشوفوها أو الحالات اللي بتشوفوها، ولا كيف بالضبط بتقيسوا بتقولوا هذا المجتمع يحتاج إلى توعية وتثقيف زيادة؟ هذه دائما نسويها إحصائيات. يعني إحصائيات على إيش؟ إحصائيات إنه كل نهاية عيادة طبعا في الأسبوع 5 أيام، كل نهاية عيادة بنعمل إحصائية كم عدد المرضى، مثلا الدايبتيك اللي جوني، مرضى الضغط اللي جاء، القلب. بعد كذا ناخذها مانثلي، ناخذها في الشهر، نعمل التوتال النهائي، ومنها نعرف هل في توعيه صحيحه ولا كافيه ولا لا. طب احنا دائما بنسمع يعني عند الغرب وان دائما التوعيه يعني عشان تعطي نتائج قويه وعلى مدى بعيد انه تبتدي من الطفوله. حدثيني شوي عن الأنشطة التوعية التي يعني في المدرسة، بتبتدي من المدرسة، وهل فعلا ليها نتائج نقدر نشوفها واضحة يعني على السطح؟ حاليا بدأنا نهتم في الأطفال مرة كثير، يعني حتى في المدارس بيطلبوا أخصائية تغذية على طول. نسوي توعية للطالبات خاصة في فترة المراهقة، هو الأساس الطفولة. الطفل لما يتأسس صح راح يكبر على الأساسيات الصحيحة. مين بيصمم هذه البرامج أو الأنشطة التوعية؟ المعلمات نفسهم، ووزارة الصحة كمان ما شاء الله شغالين مرة كويس على الموضوع، إنه دائما بيطالبون أخصائيين تغذية بروح. حتى صحة الصحة المدرسية، لأن دخلت مدارس الأولاد، وإن شاء الله يعني حتى الأطفال بيعلموهم اللانش بوكس إيش بيكون فيه مجزأ. يعني بجد شغل مرة كويس، وإن شاء الله إن شاء الله يا رب يعني نلاقي طريقة إنه نوصل الأطفال بطريقة سلسة، وإن شاء الله ياخذوا الفائدة يا رب. طب لو رجعنا تاني للمؤتمر، الحضور كيف توصفي لي؟ هو كان يعني من جد حضور فيه كثير من المجتمع واللي هم متخصصين وفنيين. ثاني شيء بقول لك، يعني الأشياء اللي أنت ذكرتيها، أوراق العمل التي طرحت والأفكار اللي طرحت في المؤتمر شيقة جدا، كيف إحنا كعامة المجتمع نقدر نحصل عليها يعني عشان نتثقف كمان؟ طيب. الحضور كان جدا ما شاء الله ممتاز، ما كان مكتفي بس بجدة مقتصر، لا، تبارك الرحمن، من مكة، في من الرياض، في من الجنوب، يعني من كل الجهات متواجدين. بالعكس كان الحضور ممتاز. هل هو مؤتمر سنوي ولا؟ لا، هو لأول مرة يقام، تحت رعاية طبعا وزارة الصحة مستشار الملك فهد، فهو يعتبر المؤتمر السعودي الأول لصحة للتغذية وصحة المجتمع. بالعكس يعني الحمد لله كأول مؤتمر يعني اتس اوكي، مرة كويس الحمد لله. هذه كلها تتلقى طبعا عن طريق الانترنت، ان شاء الله راح تضاف بإذن الله، راح نحطها، حتلاقوها طبعا عن طريق اليوتيوب ان شاء الله المحاضرات، او ممكن حتى تطلبوها من مستشفى الملك فهد. بس احنا شغالين عليها لسه. استاذه ميان، اشكر تواجدك معنا، شرفتينا في سيدتي، وان شاء الله كل التوفيق لك في هذا المؤتمر واللي ومؤتمرات اخرى ان شاء الله. وانا بشكركم. مشاهدينا، احنا حنبقى في الصحه مع فيروس كورونا تحديدا، والذي ما زلنا نسمع عن اصابات او حالات اصابات به كل يوم، وبالرغم من الحملات التوعية المكثفة لهذا المرض، إلا أن الكثير من الناس ما زالوا يتوهمون الإصابة به بمجرد ظهور عروض أو عرض أو أعراض الإنفلونزا أو البرد الطبيعي. فما هو الفرق بين فيروس الكورونا وغيره من الفيروسات؟ خلينا نشوف هذا التقرير الذي يوضح لنا اللبس، نتابع سويا. ظهر مؤخرا مرض يدعى بمتلازمة الفيروس التاجي الشرق أوسطي، أو ما يختصر بفيروس كورونا. تم رصده في شهر نيسان من عام 2012 في السعودية، وقد سجلت عدة حالات في دول الخليج وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتونس وبريطانيا. الخطير في هذا الفيروس أنه قد يسبب مضاعفات حادة من الممكن أن تؤدي إلى الموت في بعض الأحيان، كما أن السرعة التي انتشر بها هذا الفيروس سببت نوع من الذعر بين الناس في العالم وخصوصا الشرق الأوسط.
طبعا المشكلة دي بتقابلنا أنه كل مريض بيجي بيبقى عنده دور برد بسيط جدا، فبيفتكر أنه عنده كورونا فيروس أو شيء معين، ولازم نفرق ما بين الاثنين، ما بين اللي عنده كورونا فيروس أو اللي عنده التهاب أو برد زكام بسيط جدا ممكن يروح بالعلاجات البسيطة. سيمتومز الكورونا فيروس زي ارتفاع في درجة الحرارة، رشح، زكام، انسداد في الأنف، صداع شديد، وطبعا من السيمتومز التانية التهاب الجهاز التنفسي السفلي زي الالتهاب الرئوي، هي متشابهة تماما مع أمراض الجهاز التنفسي العلوي أو السفلي. أعراض هذا المرض الشائعة والتي تشبه إلى حد بعيد أعراض نزلات البرد جعلت الكثير من الناس قلقون من أنهم قد أصيبوا بالعدوى. ينصح الأطباء في هذه الحالة بالهدوء وعدم الفزع وزيارة أقرب مستشفى، حيث أن الأشخاص المختصون سيوفرون العناية المناسبة والتشخيص الصحيح للمرض والعلاج. أول حاجة خلص الحالة الكلينيكال من الحالة السريرية بتاعته، إذا اشتبهت فيه إنه كورونا فيروس من خلال إنه لا يستجيب للعلاج، عنده صعوبة شديدة في التنفس، عنده صعوبة في التنفس وعنده لا يستجيب للعلاج بتاعه، بالإضافة إنه مريض كبير في السن أو بيتعاطى أي أدوية أخرى بتصاب بالمناعة، بعمل أيزوليشن للمريض علشان أي المرضى الآخرين لا يصابوا بالعدوى، وفي نفس الوقت بس باخد منه عينة من خلال عينة المخاط وعينة الدم، وببدأ المرحلة المهمة اللي هي المرحلة اللابوراتوري، إن أنا أشخص أو أكد المرض ده، باخد منه أكتر من عينة في بالنسبة للمريض، وإن أنا أأكد بطريقتين مختلفين إنه المريض ده عنده الكورونا فيروس. سرعة انتشار الفيروسات عادة ما تكون مقلقة، لكن من المهم في هذه الحالة تثقيف أنفسنا والآخرين عن المرض وأخذ الاحتياطات المناسبة وعدم الهلع في حال الشعور بالمرض. للجميع من جميع الأمراض. هذا فاصل قصير ومتابعين بعده، سيدتي خليكم معنا. أنت متفوقة معها والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، أنت الشابة الدائمة، سيدتي، سيدة المجلات العربية. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. في سيدتي بعد الفاصل، للعروس كيف تتعاملين مع المواقف المحرجة في يوم زفافك؟